أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين، صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير إخوتي أخواتي الطيبون والطيبات. سعدت جدا بمروركم، باشتراكاتكم، بتفاعلكم على قناة أخوكم صحراي منير. دائما لن أطيل عليكم في هذه المقدمة أحبابي الكرام، بعد هذا الفاصل الإشاري وسنتعرف على الموضوع. بعد ذلك الفاصل الإشعاري إخوتي أخواتي الكرام، عدت إليكم لكي أطرح بعض الأمور التي يجب أن أنشرها على قناتي هنا اليوتيوب. طبعا في المرة التي مضت نشرت فيديو يعني وهو آخر مقطع قلت فيها يعني الناس نشرت ترحمات على مشرك وترحمات على شخص لا يؤمن بالله عز وجل ولا يؤمن بسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا ما حكم الترحم على هؤلاء الناس الذين يشركون بالله؟ إذن قلنا بأنه غير جائز أن نترحم على المشركين والمشركات. إذن موضوع اليوم موضوع جميل جدا كذلك، وهو الناس كثيرة جدا تلعن المرأة، يعني الناس كثيرة جدا يقولون بلعن الله قوما تحكمه امرأة. أنا قررت أن أدخل على مواقع التواصل الاجتماعي، قررت أن أبحث وقررت أن أتابع هل هذا حديث، هل هذا شرح لآية معينة أو ما شابه ذلك. إذا حسب ما بحثت وجدت بأن لعن الله قوما تحكموا امرأة هذا ليس بحديث شريف، اتفقنا أولا. ثانيا هذا يعني الناس لما تريد الإنقاص من قيمة المرأة المسلمة. نحن عندنا المسلمين المرأة موقرة، المرأة محترمة طبعا، المرأة عندها مكانة عالية جدا في المجتمع، ولكن لا يجوز أن نقول لعن الله قوما تحكموا امرأة. طبعا البعض يقول لك هذه المقولة من جانب أن المرأة ربما رئيسة دولة وربما رئيسة بلدية أو رئيسة دائرة هكذا. هناك حديث شريف يقول السؤال يقول هل هناك مرجع ديني بأن الله لعن قوما إذا كان حكمهم على يد امرأة؟ هذا السؤال يقول هكذا. الإجابة تقول فقد اتفق أهل العلم، اسمعوني جيدا، أنا سأقرأ لكم من الموقع وأنتم اسمعوني، اتفقنا؟ إذا لا يوجد، قبل أن أدخل إلى الموقع وأطالع لكم، لا يوجد حسب البحوثات التي وضعتها وحسب ما بحثت على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يوجد أي حديث يقول لعن الله قوما تحكمه امرأة، بل يوجد حديث يقول، سأذكره لكم كي لا أحرف الحديث. إذن فقد اتفق أهل العلم على عدم جواز تولي المرأة المناصب إلا ما استثناه الأحناف من جواز توليها القضاء في المسائل التي تخص النساء، وذلك لأن المرأة في الأصل محلها البيت وتربية الأولاد، التربية صالحة، وقد جاء أمر الله لهن بالقرار في البيوت في قوله سبحانه وتعالى وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، الأحزاب 33. تكملة للموضوع، والأصل في منع تولي المرأة ما أخرجه البخاري، الأصل في منع تولي المرأة هنا طبعا يعني ستمنع المرأة من تولي هذا المنصب. إذن الأصل في منع تولي المرأة ما أخرجه البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه قال لما
بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى. قال هنا من الذي قال؟ هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوما أو لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. يعني ما قالش لعن الله قوما تحكموا امرأة، يعني قال لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. أنا سأترك لكم رابط هذا الموقع في الوصف كي أثبت لكم صحة قول هذا الحديث الشريف. إذا هناك كذلك شيخنا الفاضل فتوى الشيخ مصطفى العدوي يقول في إحدى فيديوهاته، اسمعوا ما صحة قول بعد الله قوم تحكمهم امرأة؟ لا نثبت بهذا اللفظ، إنما لن يفلح قوم ولوا امرأة. باختصار الكلام الذي نشرتموه على مواقع التواصل الاجتماعي عودوا إليه ولا تقولوا قال الرسول وقال الله. لماذا؟ لأننا بعيدون كل البعد عن الثقافة الإسلامية. لذلك في هذه الأيام أنا سأبث لكم كل مرة موضوع له علاقة بالثقافة الإسلامية. البارحة نشرت لكم موضوع جميل جدا على مدونة السراج المنير، ما هو النغف؟ أنا تعجبت من كلمة النغف، سبحان الله. النغف، أنت ستقول النغف هي كلمة عشوائية، لا، ستجدون كلمة النغف في الوصف كي لا أخرج عني الموضوع. إذا أنا أريد أن أنصح شباب قبل أن أختم هذا الموضوع، يا شباب تأكدوا من صحة الآيات وتأكدوا من صحة الأحاديث قبل نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. يا سادة يا إخوتي الكرام، يا مؤمنين يا مؤمنات، يا مسلمين يا مسلمات، اسمعوا إلينا قليلا. والله يوجد ناس ماسونيين يحرفون القرآن، يحرفون الإسلام، ينشرون في أحاديث ضعيفة، ينشرون في أحاديث محرفة لا تصح، ينسبونها إلى سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا وصلت إلى ختام هذه الحصاقة الصغيرة، الفلوغ الصغير هكذا، أقول لا تنسى الاشتراك والإعجاب في القناة إذا أعجبتكم كي أستمر، كي أواصل، كي أبث لكم حلقات جديدة في عالم التكنولوجيا، في عالم الثقافة الإسلامية، في التنمية البشرية، كذلك دروس أخرى سنبثها لكم على قناتي دائما. سهراني منير يوصل لكم منه السلام. السلام عليكم ورحمة الله.